والآن لقد قرأ الطبيب زجاجتان، إحداهما الدواء والثانية سم قاتل، ولكن لا أرى سوى زجاجة واحدة. هذه الزجاجة الثانية ربما هي الدواء، ربما هذه الدواء وتلك السم. فلأخذ هذه. سيحضرون الدواء بإذن الله. وأين هم خطاب ست الحسن؟ لقد كانوا دائما في وجهي، وعندما ألحت الحاجة إليهم لم أعد أرى أي منهم. أين هم الآن يا ترى؟ هل ذهبوا للبحث عن الدواء أم أنهم جبنوا دون ذلك؟ يا أبا النجا، يا أبا النجا، يا أبا النجا، لقد أحضرت الدواء. أحضره إلي، أحضره في الحال. يا لك من شجاع. الحمد لله. يا لك من غبي، إن هذا ليس هو الدواء بل هو السم. سم؟ ألم أحذرك؟ ماذا؟ السم؟ يا للهول، لقد رأيت زجاجة ثانية موضوعة بطريقة تحجبها عن العين، فظننت أن هذه هي الدواء وتلك السم. أيها الغبي، ماذا ظننت؟ إن السم قد وضع في الصدر حتى يضلل من يريد أخذ الدواء. يا للمصيبة، وما العمل الآن يا أبا الحسن؟ سأعود وأحضر الزجاجة الثانية. لابد وأن أحد خطاب ست الحسن قد أخذ الزجاجة الثانية وهو في طريقه إلينا. اطمئن يا أبا النجس. إنه غبي، إنه غبي. وماذا لو أحضر الدواء؟ هل كنت سأزوجه ابنتي فعلا؟ لا، ليتني لم أعلن عن قراري يا أبا الحسن. بل لقد أحسنت إذا أعلنت عن ذلك، وإلا لما وجدت من يتطوع للذهاب إلى مغارة الأهوال، وخصوصا مرتين مثل الشاطر حسن. من يا ترى يكون القادم؟ أرجو ألا يكون الشاطر حسن. مساءً يا فيروز. أنت مساءً. لماذا جئت؟ ألم أقل لك أن تنتظر حتى الصباح وتدخل المدينة ثم أبيت؟ لماذا عدت؟ لقد فكرت في كلامك فعدت. فكرت في كلامي أم اكتشفت أن الزجاجة التي معك تحوي السم للدواء؟ إن الزجاجة التي معي تحوي الدواء وليس السم. وكيف عرفت ذلك؟ إنني أعرف رائحة السم عند شمها، والتي معي ليست السم. إنني متعب جدا، سأنام قليلا وعند الفجر أعود إلى المدينة لأعطي ست الحسن دواءها الشافي بإذن الله، وأخطبها من أبيها الذي سيزوجنيها في الحال. حسن، يا شاطر حسن، هل نمت؟ لقاء
قد نام الغبي. ست الحسن، إن الناس تتحدث عن شجاعتك وانتصارك على الوحوش في مغارة الأهوال. لقد انتصرت في مغارة الأهوال، ولكني أحضرت السم بدل الدواء. ومن قال لك ذلك؟ الطبيب. وماذا أنت صانع الآن؟ سأنتظر حتى الصباح وأعود إلى مغارة الأهوال. إنني متعب كثيرا، سأنام قليلا. اسمح حالي. تفضل. يا هول، ما هذا؟ لقد نام. هيا بنا إلى مغارة الأهوال. هيا بنا. الحمد لله، لقد تخلصت منهما. الآن يجب علي أن أرجع الحجر. شهرزاد؟ أين عمي يا شهرزاد؟ ومن يكون عمك أيها المعتوه؟ أباكي. منذ متى أصبح أبي عم لك؟ من الآن، لقد أحضرت الدواء لست الحسن. كلكم تركبون الأهوال لأجل ست الحسن فقط؟ أين عمي والطبيب؟ عند ست الحسن. ست الحسن؟ عمي، عمي، لقد أحضرت الدواء. من فيروز؟ أحضره في الحال. أرني. إنه السم، ولكن كيف ذلك؟ السم مرتين؟ حقا
حقاً إنك فيروز عنز. السم لقد خدعني الشاطر حسن، الويل له. متى سيحضرون الدواء؟ سيتآمرون ضد بعضهم البعض يا أبا الحسن، وتكون الضحية ابنتي. هدئ من روعك يا أبا نرجس. كيف كيف؟ من؟ شاطر حسن؟ الويل له. فيروز أنس ستموت أيها المحتال. أين الدواء معي الآن؟ وأنا الذي سيحضر ست الحسن. ومن تكون أنت يا ابن العم الجديد؟ أنا الشاطر حسن، من أنت؟ هي للعجب، إن لي ابن عم من كل ساعة. أنا الشاطرة شهرزاد. شاطرة؟ إنك تسخرين مني. هل أنت عمتي؟ قرر أمرك، عمتك أم بنت عمك؟ بنت عمي؟ لا، إنك لم تفهمي قصدي. إن أبا النرجس سيصبح عمي بعد أن أخطب ست الحسن. ومن أنت؟ هل أنت والدة ست الحسن؟ ولدتك شات يا أعمى البصيرة والبصر، انظر إلي، لا نظرت إليك العافية. ألست جميلة؟ هل أنا عجوز؟ هل أنا دميمة؟ ألست جميلة؟ ألست شابة؟ أنا لم أقصد إهانتك يا سيدتي. بلى، فقط أردت أن أعرف من أنت. ولماذا؟ هل تريد أن تخطبني؟ إن أبي لن يوافق حتما. ولماذا؟ لأنك لست كفئا لي. الحمد لله. هو على ماذا تحمد الله؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. والآن أخبريني، أين الطبيب؟ لا أعلم. وست الحسن؟ لقد ماتت. ماتت؟ ماتت؟ ست الحسن ماتت؟ الويل لك، لقد خدعتنا. انتظروا، إن ست الحسن قد ماتت. ماتت؟ سيدي، هل أنت ممن خطب مولاة ست الحسن؟ نعم، ولكنها ماتت مع الأسف. ومن أخبرك بذلك؟ شهرزاد. إن مولاة شهرزاد تغار كثيرا من أختها ست الحسن. هل أحضرت الدواء؟ نعم. إذن فذهب مسرعاً إلى مكان مولاة ست الحسن في الحال. ألم تمت؟ كلا، قال طبيب أنها في غيبوبة، فسر إليها بالدواء. عساك ما حلم؟ أشوف، عطني الدواء. أكيد إن كنت تحلم. أنا ما قلت لك جيب الحمرة وخلي الصفرة. ذي سم لي حسن، راح جيب الثانية. صب الدواء في فنجان وجيبه معك يا حسن. Thank you.